على العلاقات السامة، في بوست شفته امبارح غريب جدا جدا. يعني ست بتتكلم وبرعب شديد، عملت ايه بقى؟ هي لاحظت ان صاحبتها الانتيم بتقفل الشات في وقت كده، تبص تلاقي جوزها كمان قفل الشات بتاعه. فهي يعني في حاجة كده كأنهم بيكونوا أونلاين مع بعض أو في نفس الوقت، الموضوع ده وطرها وشك أن في ممكن يكون ما بينهم علاقة. هل دي بارانويا جنون؟ طبعا الألفاظ مش علمية خالص. يعني الست دي في البوست بتقول لصاحباتها أو بتقول على الستات اللي في الجروب، أنا بنهار يا جماعة والشك قتلني وعندي رعب. يعني بيفتحوا مع بعض، يقفلوا مع بعض، دي اونلاين وده اونلاين، وده يختفي وده يختفي، ده بيزي وده بيزي في نفس الوقت في نفس اللحظة. انا شاكة ان هم عايزين يجننوني. يعني ممكن جدا على فكرة هم يكونوا ما لهمش اي علاقة ببعض، لكن ممكن جدا برضو يكونوا على علاقة ببعض. شايفة الموضوع ده؟ انا شايفة انه اقصر الطرق دايما هي الصراحة. انا ما اشيلش جوايا شيء. صراحة ازاي بقى تقول ايه؟ اسأل جوزي واسأل صاحبتي ايه يعني هيجرى ايه يعني لما اعمل ده؟ عادي جدا. خايفة على فكرة تطلع غلطانة وتفقد جوزها وتفقد صاحبتها. ما هو مش بالضرورة تزعل منها ويعني تبقى مش اتهام يا دينا. مجرد استفسار، يعني مش اتهام، استفسار. على فكرة أنا عندي يعني أنا لما كنت متجوزة كان عندي صحبات أنتيم ومن زمان، أنتيماتي من زمان جدا، وكانوا على علاقة بجوزي، بيتكلموا كل يوم بيسألوا على بعض يعني هم أصحاب أصلا يعني؟ لا، هم بقوا صحاب بعد ما أنا اتجوزته، بس بقوا صحاب بجد، بقى في ما بينهم conversations وبقى في ما بينهم. ده بالنسبة لك أوكي؟ أنا ده بالنسبة لي أوكي، ما عنديش أي مشكلة. ده أنك عارفاه بالظبط. لكن هي يعني طب تفتكري تعمل لهم حفرة كده، تعمل لهم كمين؟ مش أجوائي دي، مش أجوائي خالص. أنا ما بحبش بقى الجو ده، بحس إن الحاجات دي مؤذية للشخص. لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. سيبهم كده على علاقة. بالمناسبة أنا عندي واحدة صديقة ليا بيسموها ركبة تليفون جوزها، لأن هو كان طول الوقت بيخونها وحاجات زي كده. أنا مش قادرة أحكي لك كم الاذى اللي البنت دي اتاذته في حياتها، وكم الندم اللي ندمته على الحركه اللي هي عملتها دي. انها عرفت، هي اوريدي كانت عارفه انه بيخونها. طيب ليه بقى؟ ليه تعملي في نفسك كده؟ ليه تسمعيه وهو لو بيخون؟ لو انت مكانها هتعملي ايه؟ مش هعمل حاجه، همشي. انا متاكده انه بيخونني. مش لازم كانت تتاكد الاول؟ هي للاسف كانت متاكده. كانت متاكده عايزه تاذي نفسها بتو ماتش انفورميشن. مش بس كده، هي عارفه اللي هو ايه، انا واثق بس انا عايزه اثق اكتر، انا مش قادر استوعب. فانا خلي بالك، اصل لحظه المواجهه بتحمل الكثير من الانكار، فلازم يبقى معاكي كل الادله والبراهين قبل ما تهدمي البيت. فاهمه ولا لا؟ ماشي. طيب انا جبت دليل. إيه ليه اقعد 3 4 شهور في السيتويشن دي؟ الموضوع بعد شويه بيبقى مرضي. هي مش عايزه توقف، فاهمه قصدي؟ وبتعاقب نفسها. دي ست بتعاقب نفسها. حكيت لك عليها في الجروب ده. الست دي عايزه تتاكد لدرجه ان هي لجأت للجروب. يعني لا يمكن ست هتعمل كده وهتحكي التفاصيل دي غير لو هي في حيره من امرها بجد. ما احنا اتكلمنا بقى في موضوع ان الناس بتسال على الجروبات، ده رقم واحد. رقم اتنين، هي صاحبتها يا دينا، صاحبتها. يعني لو انا وصلت للمرحله دي من الشك. لا طبعا صاحبتي. تفقديها؟ طبعا. وتحافظي على جوزك؟ واحافظ على جوزي. طب في بيت في طيب في اذا ما تواجهيهمش، اذا فرقعي الست دي من بره بره. طب افرضي ظلماها؟ واحتفظي بالزوج. طب افرضي ظلماها؟ هي دي المشكله، هي خايفه تكون ظلماها فتعمل ايه؟ تسال جوزها وهتحس. الستات بتحس من ردود افعاله، من البادي لانجوج بتاعها. عارفه اقرب حاجه هي؟ لا عادي جدا، الموضوع بسيط. انت مجنونه. لا لا لا، انت بتبصي عليها. ما انا بقول لك من غير اتهام. ممكن تلاقي كذا واحده اونلاين، يبقى انا مصاحب كل دول. لا لا، مش اتهام. هي ممكن تقول له حبيبي انت بت بت يعني بت 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 بتحب تتكلم مع فلانه، بترتاح في الكلام معاها، يعني عرفني حدود العلاقه بس عشان خاطر انا دماغي ما توديش وتجيب. يعني قول لي ايه اللي بيحصل. انا ما عنديش مشكله على فكره، طبيعي ان انت يبقى عندك صحاب بنات وتبقى حاسس ان انت محتاج تفضفض مع حد غيري. سبت كل البنات؟ ما ايه مشكله على فكره. انا عايزه اقول لك على حاجه، انا بحب ده. انا احب صحابي يبقوا صحاب جوزي، انا احب ده. انا امن عليهم، يعني عليه معاهم عن اي حد تاني. واحده هتاخد بس. انا صحابي صحاب عمر. لا بس مش كل الصحاب صحاب عمر. ما انا بقول لك هم ثلاثه. حوادث، مش حوادث سوري، يعني احداث كتير بتجمع ما بين زوج
والبست فريند ما عنديش مشكله، شكرا ميرسي، اتكلوا على الله الاثنين. لكن انا مش هفضل طول الوقت عايشه في رعب من انه الراجل يتخطف، هو عيل صغير يعني. مفيش حاجه اسمها هي اللي غلطانه، هو اللي غلطان على فكره. انا ماشي. بشوفش، ما بلومش الستات في المواقف اللي زي دي، ولا هلوم على صاحبتي. لا انت صاحبتي، لا ملومش عليها، الوم على الراجل. منك حاجه فعل زي ده، انا في المواقف اللي زي دي انا بصراحه ببقى مع الستات مش وضد الرجاله. يعني انا ضد ان الواحده تكتشف انه جوزها بيخونها مع واحده فتقوم رايحه ماسكه في الواحده. لا حبيبتي بصي على جوزك، لمي تعبيني، اللي عنده معزه يلمها. ايوه بالظبط.